بخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ الاحوال طيبه؟ اليوم جيت لبيم كاينين شي هميزات وجيت نوريكم شي حاجه في هذاك الشيء غزال بالنسبه لواحد الزرابي يعجبوني. كيما كتشوفوا انا غادي نشوف ونضرب دويره خفيفه بالنسبه لهاد العصير. هاد القهوه عجبتني وكاين حويجات غزالين. هاد البلاطويات هادو ندخلو نوريكم. كيما كتشوفوا واحد الهميزات غزالين. المهم شي حاجه زوينه غزاله واتمنى مناسبه وهانتوما معايا في الفيديو.
وهذه هي الدويرة ديالي، كنتمنى تعجبكم. بالنسبة للمشتريات ديالي انا خديت هنايا بالنسبة لهذا الشامبوان، هذا غزال بزاف، هذا شامبوان وهذا ديميلور ديالو، راه كبير تقريبا بجوجهم 50 درهم كيجيو مع بعضياتهم. بالنسبة للعصارة ديال القهوة انا خديت جوج، وحدة ديال اختي غزالة انا نفتحها معكم، كتجي زوينه بزاف وما كتشدش لي سباس بزاف وتبارك الله كتهز بزاف، راه الكويس ديالها انا نوريكم. كيما كتشوفوا كتجي بحال هكا، وعندها هذا الكويس، هذا كتجي ماشي زاج ولكن كيما كتشوفوا الكويس كيجي فيها اللقطه ديالو هكا اللي كيبغي يدير الخدمه، هذا على هذا الشكل هذا، وعندها الصفايه وعندها يعني ما كيجيش، ما خصكش تشري الفلتر، كتجي بالصفايه بحال هكذا والمعلقه ديالها، كتجي زوينه بزاف عجبتني، والثمن ديالها كيدير 120 درهم هادشي اللي كاين. وبالنسبه لهذه زوينه بزاف، هذه كدير كتخدم بالبخار يعني بحال المبيخره هكا بالبخار، يعني كنفتحها هكا وكنعمرها بالماء، زوينه بزاف انا جربتها وبغيت نشاركها معكم. وكديري اي زيت اساس عندك، انا عندي هنا زيت الورد، اي زيت اساس عندك تقدري ديري، زيت خزامه زيت الحامض صافي كنصبها. انا غنبرونشيها معاكم تشوفوها. بالنسبه للكريتانه ديالها كتجي بحال هكذا وفيها جوج ديال الشكيلات، وعندها السلك ديالها الخيط كيجي معاها، كتبرونشا في الضو وصافي، وكتخدم زوينه بزاف انا عجبتني، كنت نشاركها معكم ونوريكم شنو شريت. بالنسبه للناس اللي بغاو ياخذوا هكا زربيات الشكيلات ديالهم زوينين بزاف، انا غادي نخلي لكم فيديو ونخلي لكم الثمن ديالهم، انا فرشتهم في وقتهم وقلت نصورهم ونوريهم لكم، حويجات زوينين واثمنه مناسبه وميزات زوينين،
كما كيقولوا بالك بالمثالي. يلا نخليكم هاد الساعه ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامه.